بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتحدث كإماراتي، أعتقد أن كل إماراتي يفتخر بما يراه في هذه القمة، القمة العالمية للحكومات، من توافد لدول العالم على هذا المكان ليروا بأعينهم الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات، وليتبادلوا فيما بينهم الخبرات والتجارب والاستعداد للمستقبل. نحن في المجلس الوطني الاتحادي حريصين جدا على التواجد في القمة، وعلى أيضا المشاركة فيها بفعالية. في هذا العام نستضيف الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الذي يتحدث أيضا في اجتماعات القمة ويشارك فيها بفعالية، لأن وجود البرلمانيين حقيقة في الاجتماعات الحكومية يساعد على فهم هذه الفئة المهمة من متخذ القرار للنظرة الموجودة لدى الحكومات والطموحات والخطط الموجودة لدى الحكومات، حتى يتفاعلوا معها في نطاق اختصاصاتهم التشريعية.